السلام عليكم. اليوم وصفات مويد راح ندير لكم حلوه السكر. كنت عملتها من قبل في قناه سميره، لكن واحد الاخت دائما تقول لي عاودي لي الوصفه ما صابتهاش. ما كاش مشكل، اليوم ان شاء الله نعاودوها. راح نحتاج هنا 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه. هذا النوع تاع الحلويات يقطع يعني كميه لاباس بها. راح نحتاج هنا عمرت زوج كيسان تاع الاتاي تاع السكر، كاس اتاي يعني ده كامل عندنا منهم، حتى في القهاوي تاع الجزائريين تاعنا يشربوا القهوه في هذه. هذا اللي مخلياته وانا دائما نخدم به الحلوى. اذا زوج كيسان تاع السكر تاع اتاي، ونحتاج زوج كيسان تاع اتاي تاع الزيت، زوج بيضات كاملين، كيس تاع خميره كيميائيه، لافاني والفارينه باش نلموا العجينه تاعنا. وراح نحشيها بالشوكولا، اي شوكولا تكون عندك. تقدري ما تحشيها بالحلقومه، تقدري ما تحشيهاش يعني كامل، فقط حنا باش نزيدوها غينا هذه الحلوه هذه. نبداو بالطريقه مباشره. اذا هنا عندي لا ماكارين تاعي، ندير لها هذاك زوج كيسان تاع اتاي تاع السكر، ندير معاهم حوالي مغرفة صغيرة تاع لافاني، وندير زوج بيضات كاملين. ندير كل شيء مع بعض في الاول بهذه الطريقة. إذا هنا واش نزيد؟ نزيد زوج كيسان تاع أتاي تاع الزيت. إذا هذا الكاس الأول، كما سبق وذكرت هذه الحلوة تقطع، يعني إلا درتي 250 غرام يعني عندها ما تقطع لك. إذا زوج كيسان تاع الأتاي، فقط نهبطو الزيت مليح، نعرفو الزيت يبقى في الكاس، ونخلط كل شيء مع بعض. هنا من الاحسن ديري السكر عادي، ما ديريش سكر رطب. اذا نخلطهم مع بعض. نستعمل يدي، هذا كيس خميره كيميائيه فيه 10 غرام. نخلط المقادير مع بعض. امهاتهم خلصوا الامتحانات، ديري لهم هذه الحلوه، فرحي ولادك بها. الله يعافي بلادنا، فقط الله يسمعنا اخبار الخير يا رب العالمين، كونوا ديما متحدين ودائما مع السلميه. اذا نخلط المقادير مع بعض، ونبقى نزيد في الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه بطبيعه الحال تكون طريه ما تلصقش في اليد. يعني هذو قواعد خديناهم مع بعض مع الكيس تاع خميره كيميائيه. يعني شوفوا شحال سهله الحلوه تم توجديها. اذا نبدا نلم، ونبقى نزيد في الفرينة. إذا هاي الحلوة، العجينة عفوا نميتها. شوفوا العجينة تجي طرية بزاف، هاد العجينة مام كي طيب يعني الحلوة تحسيها بزاف طرية يعني بزاف رطبة. إذا نلمو الحالة فقط ونشكلو الحلوة تاعنا. إذا هنا عندي مول يدخل الكوشة، الفون تاعي شعلتو على 180 درجة. عندي الشوكولا أنا حنا نحشي بيها، نحكم كمية تاع العجين. هنا الحلوة انتي واش راكي حبتها كبيرة ولا صغيرة، نحكمها، ندير فيها كمية تاع الشوكولا حسب الرغبة. انا هنا استعملت شوكولا سوداء، نغلق عليها، نجرب كيفاش هذيك الشوكولا نديرها في الوسط ونكورها بهذه الطريقة. هاهي الحلوة تاعنا، انا عملتها شوية كبيرة يعني الحبات تجي ترحم. اذا نفتحها، ندير شويه تاع الشوكولا، نحط عليها ونشكلها كرات بهذه الطريقه. من بعد ما عمرت المول تاعي، ندخلو على 180 درجه حتى طيب لنا الحلوه تاعنا. نخرجها نخلوها تبرد مليح باش نزينوها. اذا من بعد ما طابت الحلوه تاعي، ها هي، ونخليها حتى تبرد مليح باش ندير المرحله الثانيه. هنا عندي السكر عادي كما انا شو عملته في الطبسي امامي، وهنا هنا لك الاختيار. هنا تقدري ديري ما زهر وتديرو ملون احمر. انا اليوم راه عندي متواجد عندي سيرو ذوق رمان جرينادين، يعني كنا نستعمله بزاف بكري دوك يعني نقص شويه، راه متواجد عندي في الدار حبيت نستعمله. اذا ندير شويه امامي بهذه الطريقه ما نشوفو.
واش ندير؟ ما عندكش ديري المزهر والملون احمر. نحكم الحبه تاع الحلوه تاعي، ندخلها ونخرجها مباشره، ما نخلوهاش تطول في هذاك السيرو، ونرمدها في السكر. ها هي الحلوه تاعي، البنه تاعها تجي احسن ما نديروها في المزهر. كاين اخوات ما يحبوش ذوق المزهر، يعني هذه الطريقه راح تساعدهم بزاف. هذه الطريقه نكمل الرمد كامل الحلوه تاعي، عندي مام ذوق نتاع النعناع، نجرب ندير حبات به. وهنا عندي ذوق النعناع، حبيت يعني ننوع فقط في الانواع. شوف الاحمر كيفاش خرج لنا، وندير ذوق النعناع كما سبق ذكرت، نخلوه شي يطول بزاف. شوفوا كيفاش يجي، من ذوق تاع النعناع يجي فيه بزاف شباب. ها هو معنا، يعني كل واحد يدير حسب الرغبه وحسب الذوق تاعك. ما عندكش اعملي غير مزهر والملون اللي يكون عندك في الدار استعمليه. شوفوا الحلوه تاعنا كيفاش جاتنا، هذه حلوه تاع زمان يعني قديمه. نكمل الحلوه تاعي كامل ونشوفها من بعد في طبق التقديم مع بعض، نحطها لكم تشوفوها. حلوه السكر تاع نهار اليوم ها هي معنا. الا لاحظتوا اني خيرت الوان العلم الجزائري تاعنا، يعني الاحمر الاخضر والطبق ابيض، حتى الفراش عملته احمر. ان شاء الله يا رب يحمي بلادنا والشعب تاعها. هنا فقط راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا هذه الحلوه كيفاش جاتنا. يعني هذه الحلوه قد ما تطول قد ما تزيد تطرى، قد يعني ما تولي بنينه وتولي تذوب في الفم. اذا ها هي شوفوا كيفاش تجي، عفوا بسم الله، ها هي وديك الشوكولا تجي في الوسط. نتمنى انكم تجربوا. هنا فقط اللي ما عندوش لو سيغو اللي عملته، ديروا ملون غذائي عادي مع المزهر، لكن بهذا السيغو تجي بنينه احسن. مع الوصفة تاع نهار اليوم نودعكم ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.